السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غنشارك معكم واحد القريصات كيجيو زوينين بزاف، وهاد المرة غادي نعطيهم لكم بالدقيق الكامل، الدقيق ديال انتيغرالي اللي بنخالته الأبيض وتيكون بنخالته. غادي نبداو على بركة الله. عندنا هنايا 500 غرام ديال الطحين، عندنا هنايا 200 غرام ديال 200 ميل ديال الحليب، وعندنا رشه ديال الملحه، وعندنا 50 غرام ديال الزبده، وعندنا واحد البيضه، وعندنا 15 غرام ديال الخميره الفوريه، هاد الخميره حبيبات، وعندنا 50 ميل ديال الزيت، زيت المائده. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير الحليب، وغادي ندير الزيت، وغادي ندير البيضة، وغادي ندير الخميرة، غادي ندير كل شيء دقة واحدة. الا بغيتو تخليو الخميره والحليب تتينفعل وتديرو، ممكن تخليوها 5 دقائق. انا غادي ندير كلشي دقه. الا بغيتو ديروها ما تديروش البيض، البيض كتخليوه على جنب. انا درت كلشي دقه واحده، ودابا انا غادي ندير تدريجيا هاد الطحين 500 غرام. وغادي ندير في الماكينه يتعجن. ودابا انا غادي ندير الملحه حيت ما درتهاش، وغادي نزيد حيت مع الدقيق كيشرب غادي نزيد 100 ميل. ودابا انا غادي نخليها تدلك، بعد ما غادي تدلك مزيان غادي ندير الزبده. ودابا درت الملحه قبيله، درت 75 غرام ديال السكر، ما وريتوش ليكم، درت 75 غرام ديال السكر. ودابا انا غادي ندير الزبده والحليب. البنات راه خدات ليا 370 غرام، 370 غرام، 370 ميل ديال الحليب. كتبقاو تزيدوا البنات، راه الا خاص حيت مع الدقيق راه فيه النخاله، الا كان خاصكم راه خاص العجينه تكون مرخوفه، ما تكونش العجينه قاسحه، وما تكونش خاصها تكون مرخوفه وخفيفه. الحليب على حساب تاع على حساب الدقيق، راه تنقولها لكم على حساب الدقيق. ودابا العجينه تيخصها تكون بحال ما هكا، ها نتوما راه ما كتلصق ما والو، والعجينه مرخوفه. لحقاش الدقيق الكامل، هذا الدقيق اللي بالنخاله ديالو راه تيكون يشرب السيده، ما تشوفش المقادير دوك العبار ديال الحليب. الحليب دائما الا ما كفاكمش طريتشين طوميل 300 ميل ديال الحليب، كتزيدوا تتبقاو تزيدوا حتى تقاد لكم العجينه، حيت مع النخاله، النخاله راه هي كتشرب. انا هذه نصيحه نعطيها لكم، لحقاش العجينه خاصها تكون بحال ما هكا تتعود مرخوفه. ها نتوما بحال ما هكا. دابا انا غادي نخليها، غادي نغطيها ببلاستيك غذائي، وغادي نخليها حتى تيتضاعف الحجم ديالها، وغادي نتلاقاو. ودابا بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها كتخليوها ترتاح تخمر. ها نتوما انا خليتها نيت، كتدير واحد شويه ديال الزيت بحال ما هكا، نحطها في الاناء فاش غادي بحال ما هكا. كنحيدوا لهاديك لاريا ديالها،
كندير لهم بحال ما هكا، كنديرهم كويرات هكا. دابا غادي نمشي بحال ما هكا ندير لهم كويرات كلهم، وغادي تشوفوا شنو غادي كيفاش غادي ندير لهم نشكلهم. ودابا كندير لهم بحال ما هكا، ها نتوما كديروا بالكاس ولا بالزليفه تكون صغيره، ها نتوما بحال ما هكا. نزيد معاكم وحده اخرى، ودائما كتدهنوا هاد بحال ما هكا، كديروا الكاس هكايا باش يعطيكم الفورما ديال البريوش بحال هك. وكنشد انا كندير بالمقص، ها نتوما هكا. هانتوما بحال ما هكا، بغيتو ديرو بحال ما هكا كديرو هكايا. هانتوما كتميلوهم غير شويه، بحال ما هكا. هانتوما كديرو ليهم هكا واحد شويه صافي. دابا غادي نمشي بحال ما هكا تنكملهم صافي، وغادي نتلاقاو باش. ودابا غادي نخليهم حتى يخمارو، غادي نخليهم يرتاحوا 25 دقيقه صافي، يضعف شويه الحجم ديالهم، وغادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش غادي نطيب. ودابا انا درت واحد الصفر ديال البيضه، ودرت واحد المعلقه كبيره ديال الحليب، كنضربوه بحال ما هكايا، وندهن الوجه ديالها بحال ما هكا. هاد البريوش راه كيجي خفيف وكيجي زوين بزاف، راه غير جربوه راه زوين وصحي، حيت كاينين الناس ما كيبغيوش تيجنبوا هاد البريوش وهاد الشيء غير من ناحيه الدقيق، تيكون الدقيق الابيض المعده وداك الشيء، وهذا راه تشيريالي راه كيجي صحي وكيجي زوين بزاف، وهو راه غير كيشرب شويه، راه كيشرب تيبغي العجينه تكون خفيفه، راه بحال في العجينه ديالتو راه ديروا الحليب حتى تتقاد لكم العجينه، راه ماشي راه زوين كيجي زوين بزاف. والطريقه كيف ما بغيتوا، بغيتوا خبيزات، بغيتوا ديروهم بحال ما هكا، بغيتوا ديروهم على شكل كرواسه راه كيجيو زوينين. وكنتمنى يعجبوكم، تعجبكم هالطريقه ان شاء الله، طريقه راه بسيطه، ها نتوما راه يديرهم اي واحد يديرهم. ودابا كنديروا بحال ما هكا زنجلان، اما ديروا هاد حبه البركه كديروها من هنايا في الوسط، وكديروا زنجلان بحال ما هكا، اولا كديروا بحال ما هكا زنجلان الوسط، كديروا هاد الساندويتش بحال ما هكا صافي. هاد الشيء هوايا، كنتمنى يعجبكم هاد الديكور، هاد الطريقه ديال هاد الكريسات. بغيتوا ديروا ليهم غير بحال ما هكا عاديين، كديروهم انا غندير هادو عاديين باش تشوفوا كل شيء. ودابا الفران ساخن على 180 درجه، غنديرهم يطيبوا حتى يذهب اللون ديالهم، وغادي نخرجهم ونطلقاو. ودابا ها هما بعد ما خرجتهم من الفران، غادي نخليهم حتى يبردوا، ها نتوما
غادي نخليهم حتى يبردوا شويه، وغادي نديرهم في الطبق ديال التقديم باش تشوفوا كيفاش تيجيو. ودابا كنقدمهم بحال ما هكايا، كنحطهم مع اتاي مع قهوه ديال الكوتي ديال الفطور. راه المهم كيجيو في اي وجبه كيجيو زوينين بزاف هاد القريصات. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا، ديروا جيم بارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم، واللي ما مشاركش يشارك يبرك على الجرس باش يوصلوا كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. وتنقول لكم بصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.